وللمزيد حول تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة وردود فعل الاحتلال على قبول المقاومة بنود الهدنة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من طول كرم الصحفي الفلسطيني الأستاذ معين شديد، كما ينضم إلينا من القدس عبر سكايب الكاتب والمتخصص في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي الأستاذ راسم عبيدات. مرحبا بكم معي أستاذ راسم وأستاذ معين. أهلا وسهلا بكم وتحياتي لكم. حياك الله أستاذ راسم. أبدأ معك، ما يحدث وكأنه هروب من الحكومة الإسرائيلية للأمام، يعني بمجرد أن أعلنت الفصائل الفلسطينية والمقاومة عن قبولها والإيجابي بالتهدئة وبنودها، لاحظنا أن الاحتلال يتجه نحو اجتياح واقتحام مدينة رفح. كيف يمكن قراءة الموقف الإسرائيلي؟ طبعا يا سيدي، واضح جدا أن حكومة الاحتلال ومجلس حرب قد صادق قبل يوم على استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، ولذلك عندما وافقت المقاومة الفلسطينية على عملية وقف إطلاق النار هي كانت بمثابة الصاعقة التي نزلت على حكومة الاحتلال ومجلس حربها، لأن ضمن الخطة الإسرائيلية هو الذهاب إلى اقتحام مدينة رفح وتحقيق ما يسميه نتنياهو بالنصر الحاسم، وهو يدرك تماما أنه لن يستطيع أن يحقق لا نصرا ولا صورة نصر، وطوال 214 يوما لم يحقق لا إنجاز عسكري ولا سياسي سوى المزيد من عمليات القتل بحق المدنيين والأطفال والنساء وتدمير البنى والمؤسسات المدنية والقطاعات الصحية وغيرها من القطاعات الأخرى. ولذلك نتنياهو عندما أبلغ بالموافقة وأيضا الإدارة الأمريكية التي تقول أنها ستدرس موافقة حركة حماس وتدرك تماما هذه الحكومة الأمريكية ربما هي أكذب حكومة في التاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. ويليام بيرنس مدير المخابرات المركزية الأمريكية كان موجودا في القاهرة والدوحة واطلع على المسودات وأرسلت إلى حركة حماس، وعندما وافقت حركة حماس والمقاومة على المقترح وجدنا، وأيضا نتنياهو أراد أن يتهرب من هذا المقترح. لماذا يتهرب نتنياهو من هذا المقترح؟ لأن هذا أربك حكومة الاحتلال والمجلس الحرب المصغر وأدخله في حالة من التخبط والإرباك. نتنياهو يخشى إذا لم يوافق على هذا الاتفاق هناك أهالي الأسرى الذين يتظاهرون ضد نتنياهو ويعملون على تنصيح هذه المظاهرات، وربما يقول له سنغرق الساحات الإسرائيلية والشوارع بأكثر من مليون متظاهر وسندعو إلى إسقاط حكومتك وإجراء انتخابات مبكرة في هذا الاتجاه. ولذلك هو في هذا الاتجاه يقع بين فكي كماشة، هو لا يستطيع أن يخون شركائه من الفاشية اليهودية وبالتالي عدم الذهاب إلى رفح، لأن ذلك سيسقط حكومته من داخلها وبالتالي مستقبله السياسي والشخصي سيخسر هذين المستقبلين وسيكون مصيره الذهاب إلى السجن، ليس فقط بالتهم المنظورة ضده أمام قضاء الاحتلال للرشوة وسوء الائتمان وخيانة الأمانة، بل سيتحمل مسؤولية الفشل الكبير الأمني والاستخباري في 7 أكتوبر بالإضافة إلى الهزيمة التي لحقت بجيشه في هذا الاتجاه. ومن هنا وجدنا أن هذه الحكومة ومجلس الحرب المصغر قد دخلت في حالة من الأزمة العميقة في هذا الاتجاه، وبدأت الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يتراجعون عن الموافقة على المقترح والذي قدم لهم أصلا من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية يتطلب موقفا واضحا أستاذ معين من الولايات المتحدة الأمريكية التي من المفترض أنها ترعى هذا الاتفاق وتشرف عليه، وكذلك من الوسطاء العرب مصر وقطر على وجه التحديد، لأن الأمر كان مفاجئا في الأساس. المقاومة الفلسطينية ردت على مقترح يعني هو جاء من عند الاحتلال، فهل يمكن بالفعل أن نشهد موقفا ضاغطا من الوسطاء أو من الموقف الأمريكي؟ مساء الخير بداية لك ولضيفك صديق راسم عبيدات. يعني حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا فوجئت بالرفض الإسرائيلي، ويبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت على علم
قبل ساعات من إبلاغ حماس للوسطاء بموافقتها على المقترحات التي صيغت بالتنسيق من خلال جولات المفاوضات المكوكية سواء في الدوحة أو في القاهرة بحضور الوفد الإسرائيلي، حيث أن دولة الاحتلال ادعت أن هناك تغيرات وتغييرات في ما ورد في المقترحات التي وافقت عليها حركة حماس. فبالتالي الولايات المتحدة في هذه اللحظات يعني هي غاضبة من تصرفات بنيامين نتنياهو رغم دعمها المحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت في الأنباء أن إدارة الرئيس علقت إرسال عدة شحنات من الأسلحة إلى إسرائيل، وهذا سيؤثر على المخزون الاستراتيجي العسكري لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي تفقد الكثير من متفجراتها وقنابلها وصواريخها التي تلقيها على غزة. فبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية غاضبة، خاصة أنها يعني تدرك أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال معني بإحراج إدارة الرئيس الأمريكي كلما اقتربنا من الانتخابات الأمريكية القادمة. تعتقد دولة الاحتلال أنه ربما إن جاء ترامب أو غيره ربما يكون أكثر دعما لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا هذا الموضوع يعني رفض الاحتلال دولة الاحتلال للمقترحات وورقة الاتفاق ربما ستثير غضب القطريين والمصريين لأنهم عملوا جاهدين على طوال أسابيع ماضية من أجل الوصول إلى هذه الصيغة. لكن بنيامين نتنياهو يبدو أنه بل بالتأكيد هو لا يريد إنهاء هذه الحرب بهذه الطريقة، نعم. لأنه أصلا لم يحقق أي من الأهداف التي كان أطلقها منذ الحرب البرية ومنذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة، سواء بإنهاء حكم حماس وإعادة الأسرى أو ألا يشكل قطاع غزة أي تهديد لدولة الاحتلال في المستقبل. فبالتالي هو يعني في وضع صعب جدا. هذا الوضع الصعب أستاذ معين في الحقيقة يستحق التوقف. يعني أستاذ راسم، من خبرتكم وقراءتكم العميقة للوضع الإسرائيلي، الآن الحرب أنهت شهرها السابع ودخلت في شهرها الثامن، ومع ذلك كما تفضل الأستاذ معين ليس ثمة إنجاز عسكري وأمني حقيقي على أرض الواقع، بل بالعكس اليوم إسرائيل تفاوض الجهة التي كان من المفترض أنها تقضي عليها كما أعلنت في البداية. وبالتالي حتى أسئلة اليوم التالي لما بعد الحرب ومن سيدير غزة كلها إلى حد كبير لم تعد مطروحة اليوم بفعل صمود الشعب الفلسطيني. فماذا تريد إسرائيل بالضبط وخاصة من عمليتها في رفح؟ يا سيدي، دعني أقول بأن هذه الرد الإسرائيلي على هذه المقترحات ربما سيقود إلى انقسام عمودي في داخل دولة الاحتلال، وخاصة أن المستوى الأمني ممثل برئيس الشباك والموساد وكذلك جالانت ووزير حرب الاحتلال وهيرتسي هليبي رئيس الأركان ونتسيان ألون مسؤول ملك بسبب ما يسمى بالأسرى والمفقودين قبل 12 يوما اتفقوا بأن هذه العملية العسكرية قد وصلت إلى طريق مسدود وأن عليهم أن يسلكوا باتجاه العمل على استعادة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية من جنود ومدنيين وأصحاب جنسيات مزدوجة، ولكن نتنياهو كان يخطط ويرفض مثل هذا الاقتراح لأن نتنياهو محكوم إلى الفاشية اليهودية التي تتحكم في مفاصل القرار السياسي الإسرائيلي والحكومات الإسرائيلية بقاء وسقوطا، وبالتالي هو هادسه الأول والأخير مستقبله السياسي ومستقبله الشخصي في هذا الاتجاه وألا تنهار حكومته من داخلها. ولذلك عندما ذهب إلى رفع في هذه القضية هو يريد أن يرضي شركائه من الفاشية اليهودية بأنه ذاهب إلى معركة رفع في هذا الاتجاه من أجل أن يحقق إنجازات ما يسميه بالقضاء على ما تبقى من قتال المقاومة الفلسطينية وتحديدا كتاب القسام، لأن هذه الكتاب الذي يتحدث بالقضاء عليها في كرم أبو سالم تطلق صواريخها وتقتل 4 جنود وتصيب 11 جندي إسرائيلي آخر، بالإضافة إلى عمليات القنص التي كانت ضد جنود الاحتلال. والذهاب إلى رفح في هذا الاتجاه من أولا له علاقة بإرضاء
شركائه من الفاشية اليهودية بأنه ذهب إلى معركة رفح، وبالمقابل هو يقول بشكل واضح لأهالي الأسرى أنه سيرسل وفد إسرائيلي إلى القاهرة من أجل استمرار المفاوضات لتحقيق استعادة الضغط على حركة حماس والمقاومة من أجل استعادة الأسرى الإسرائيليين. نحن ندرك تماما أن هذه الجولة التي يتحدث عنها واقتحام رفح لن يغير في المشهد السياسي. الهزيمة الاستراتيجية لدولة الاحتلال حدثت في اليوم الأول، جيش الاحتلال غير قادر يا سيدي على استعادة قوة الردع، المؤسسة العسكرية والأمنية تتفكك، تتآكل في الروح المعنوية لجنود الاحتلال، حالات من الإحباط، حالات من الهروب والتمرد، بعدم التجند والذهاب إلى معركة رفح، 30 من جنود الاحتياط رفضوا الذهاب والاستعداد للمشاركة في معركة رفح، 600 من أهالي الجنود المحاربين في قطاع غزة طلبوا من عدم ذهاب أبنائهم إلى معركة رفح، والمؤسسة العسكرية تشهد استقالات غير مسبوقة على خلفية الفشل في الأمني والاستخباري في 7 أكتوبر، بدأت من استقالة رئيس لواء قسم الأبحاث في جيش الاحتلال عميد ساجر، ولحق به في هذا الاتجاه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية والأمنية هارون حليفة، وتبع ذلك استقالة ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى المسؤول عن القدس والضفة الغربية وجوش دان، و4 عمداء ميدانيين من جيش الاحتلال، وصولا إلى أن هليبي رئيس أركان جيش الاحتلال نفسه يفكر في الاستقالة عندما يتم وقف إطلاق النار. والذي انتقد مطالبة، نعم انتقد مطالبة مراقب الدولة بفتح تحقيق في الفشل المتعلق بالسبع من أكتوبر. أرجو أن تبقى معي يا أستاذ راسم. أستاذ معين، في كل ما نتحدث فيه ولليوم 14 بعد 200، أولا يستمر الصمود الفلسطيني الشعبي الواضح والالتفاف حول المقاومة رغم الظروف المأساوية الصعبة والإبادة الجماعية وعدد الشهداء والجرحى وكل ما نعرفه. ثانيا تستمر المقاومة بأداء متقدم ثابت مؤثر جدا وفاعل على أرض الواقع، يحدث ذلك الآن في رفح ويحدث في منطقة غزة عندما يجري استهداف نتساريم، نقطة نتساريم العسكرية من جهة من مدينة غزة ومن جهة المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ بالأمس كان تجاه الغلاف من شمال قطاع غزة سيدي روت وغيرها. كيف يمكن النظر إلى ذلك فلسطينيا وإسرائيليا؟ يعني فلسطينيا كما ذكرت، يعني الصمود الشعبي متواصل، الأداء العسكري للمقاومة متواصل، بالمناسبة اليوم أكبر عدد ممكن من الصواريخ يعني أطلق من داخل غزة وباتجاه الغلاف وعدة مستوطنات في محيط غزة. هذا يأتي بعد إعلان الاحتلال أنه سيطر على مناطق الشمال وقضى على البنية التحتية العسكرية للمقاومة الفلسطينية، فكل ذلك يؤكد أن هذه المقاومة هي بخير، تؤدي واجبها العسكري والتصدي لقوات الاحتلال سواء من خلال إطلاق القذائف في الهاون أو إطلاق الصواريخ أو حتى استهداف الآليات من نقطة قريبة جدا في داخل المناطق التي قال الاحتلال أنه سيطر عليها، وحتى في منطقة رفح أيضا كان هناك استهداف لآليات الاحتلال المتوغلة هذا الصباح في محيط معبر رفح. فكل ذلك يعني يؤكد أن الشعب الفلسطيني والمقاومة هي بخير رغم الخسائر اليوم، يعني عشرات الشهداء ارتقوا بجراء غارات وقصف مدفعية وطائرات الاحتلال لعدة مناطق بما فيها المناطق الشرقية لمدينة رفح. إسرائيليا يعني الكل غاضب من السياق، والغالبية العظمى باستثناء الزمرة الحاكمة في دولة الاحتلال غاضبون من ممارسات بنيامين نتنياهو. بالأمس يعني كان هناك دعوات واضحة وصريحة وشديدة، لأول مرة نسمع نغمة هذه التحديات والتهديدات لبنيامين نتنياهو، سنحرق الدولة، هكذا هتف المشاركون في المسيرات التي جرت في عدة مدن إسرائيلية ردا. وأيضا هناك دعوات من قبل أهالي الأسرى
من أجل وقف الحرب، وحتى أطراف في حكومة الاحتلال وحتى المعارضة تضغط على بنيامين نتنياهو لقبول الصفقة والهدنة من أجل عودة الأسرى من قطاع غزة. فبالتالي هو نتنياهو فقط من يرفض، وبدعم من سموتريتش وبن غفير للحفاظ على هذه الحكومة وإطالة أمدها، لأنه سيواجه مساءلات جادة هو وأركان جيشه، وأيضا لا تنسى القضايا المرفوعة ضد قضايا الفساد قبل حتى 7 أكتوبر كان يخضع للتحقيق. وبالتالي هو يدرك أن انتهاء هذه الحرب بهذه الطريقة هي نهاية عهده السياسي هذا الذي لقب ذات يوم بملك إسرائيل، وهو أطول رئيس وزراء تولى رئاسة الوزراء في دولة الاحتلال. يدرك أن مصيره سينتهي، وأن مصيره أيضا قد يذهب به إلى وهذا ما يجعله يؤجل ويعني يطيل من أمد الحرب. أستاذ معين، هل تعتقد ذلك؟ طبعا هذا مؤكد جدا. هو يعني معني باستمرار بهذه الحرب من أجل إطالة عمر حكومته وعدم التوجه إلى المحاكم ولجان التحقيق. وأيضا كما ذكرت سابقا يعني هو يعتقد أن ربما سقوط بايدن في الانتخابات القادمة قد يأتي برئيس جديد مثل ترامب قد يقف إلى جانب دولة الاحتلال. مع أن الرئيسين لا يختلفان أستاذ معين تجاه إسرائيل، يعني كلاهما نفس المستوى من الانحياز والمشاركة في يعني في دعم إسرائيل. أستاذ معين ابقى معنا. أستاذ راسم، على المستوى السياسي والاستراتيجي، هل تعتقد بأن الاحتلال باقتحامه واحتلاله لمعبر رفح، طبعا أراد أن يحصل صورة لقطة نصر أو إنجاز ما، لكن هل تعتقد بأنه سيبقى هناك وأنه قد يعيد احتلال هذا المعبر أو يوجد فيه قوات أمريكية كما جرى الحديث اليوم، وبالتالي يحرم قطاع غزة من التواصل مع العالم الخارجي، وبهذا يكون استبدال هذا المعبر بالرصيف العائم أيضا يعني منطقيا بالنسبة لهم؟ يا سيدي، السيطرة على معبر رفح، هي دولة الاحتلال تريد أن تسيطر على كل المعابر على مدينة رفح وتصبح تحت سيطرتها الكاملة. وللأسف اليوم في عملية اقتحام المعبر حتى اتفاقية كامب ديفيد المذلة تقول بأن هذا انتهاك لهذه الاتفاقية، وكان واجب مصر التدخل في على ضوء ما قامت به جيش الاحتلال من عملية الاقتحام القسم الشرقي من مدينة رفح. ولذلك هناك بعض المؤشرات التي تقول بأن هناك اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي على أن من سيديرون المعبر في هذا الاتجاه بعد انتهاء عملية رفح وقوات مسلحة مطرود من سابقا في الجيش الأمريكي على غرار ما كان معمولا به في العراق وأيضا في أكثر من منطقة بلاك ووترز التي عملت. نعم، أشكرك أستاذ راسم. نعم، في إطار حدث المركز الأمريكي. شكرا جزيلا لك أستاذ راسم عبيدات، الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي والفلسطيني. شكري موصول الأستاذ معين أيضا، الصحفي الفلسطيني المتخصص بالشأن الفلسطيني. شكرا لك.